أن كل ما ورد في الكتاب والسنة إنما هو حياة لتلك القلوب والأبدان. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن أبدا أن تكون الشقاوة في القرآن والسنة، هذا غير صحيح أبدا. لا تسمع لأي إنسان يقول أن الشقاء في الاستقامة أو أن الشقاء، بالعكس، وجدنا السعادة ووجد الناس السعادة في طاعة الرحمن تبارك وتعالى. ولذلك ما من إنسان سلك هذا الطريق إلا وعاش سعيدا ومات سعيدا. والسعادة في القرآن ذكرت في موطنين لا ثالث لهما في سورة واحدة، ذكرت في الأشخاص فمنهم شقي وسعيد، وذكرت في الأماكن والأزمان، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. فلا تطلبها من غير أهلها ولا تستعجلها في غير وقتها، ما في تاني ساعة إلا في هاتين الموطنين فقط في سورة واحدة في تتابع الآيات. فلا تطلب السعادة من غير أهلها، يعني لا تطلب السعادة من العصاة. وكلنا ذلك الرجل، أي إنسان كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. ممكن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل ويروح الدنيا كلها، لكن يأتيك يبكي بين يديك يقول لك أنا ضائق، أنا تعبان، شوف لحل. عب من كل أنواع المنكرات التي تخطر على البال، ومن كل أنواع النعم التي تخطر على البال ولا تخطر على البال، لكنه لم يرد فيها إيش؟ السعادة. فلا تطلب السعادة من غير أهلها.